إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا زنى رجل امرأة ففيه تفصيل، إن كان رغبته بالنكاح فيها بعدما تاب فلا بأس، إذا أعلن التوبة جميعا ظهر منهما ما دعا التوبة فلا بأس، أما ما دام على حالهما السيئة فلا، لأن الله جل وقال الزاني لا ينكح إلا زانية وشبه، والزانية لا ينكح إلا زانية وشبه، حرم ذلك على المؤمنين، فلا بد من النظر في الأمر، فإذا ظهر منها دائر التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما، هذا قول المختار، هذا هو القول المختار، ولهب بعضها العلم إلى جواز إنكاح هذا هالك، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بالرغوب دلائل التوبة ومرور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم، إذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا فلا. نعم.